حذرت منظمة أوكسفام من وجود تهديد حقيقي على حياة المدنيين الفارين من الموصل التي تشهد معارك عنيفة بين القوات الحكومية والقوات المشتركة من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى. المنظمة الإنسانية أكدت وجود أدلة جديدة حصلت عليها بشأن التهديدات التي يواجهها المدنيون الفارون تحت جنح الاشتباكات، داعية إلى ضرورة توفير ممرات آمنة للعائلات التي تحاول النجاة بنفسها. وطالب أندريس غونزاليس مدير منظمة أوكسفام في العراق بضمانات لحماية المدنيين، داعيا جميع الأطراف بما في ذلك قوات التحالف والقوات العراقية إلى احترام القانون الإنساني الدولي والقيام بكل ما هو ضروري لحمايتهم. وتحدثت المنظمة مع نازحين هربوا من قرية هود التي تبعد نحو 50 كيلومترا من مدينة الموصل، الذين أكدوا جرح عدد كبير من المدنيين جراء الاشتباكات الجارية للسيطرة على القرية مطلع الأسبوع الماضي. وتشير التقارير إلى هروب ما يقرب من 500 شخص من القرية الذين وصلوا بالفعل إلى مراكز متخصصة للفحص الأولي في مدرسة تقع في منطقة الغيارة، مكثوا فيها مدة يومين. ونقلت المنظمة شهادة إحدى السيدات التي قالت فيها إن أبنائها عانوا من الجوع والعطش الشديدين أثناء رحلة الهرب، فضلا عن معاناتهم من صعوبة التنفس بسبب الدخان الأسود الكثيف المتصاعد من آبار النفط المشتعلة. شهادة أخرى لناجية من المعارك أفادت بأن القتال فاجأهم حيث أجبروا على الفرار بأنفسهم، فيما شهادة أخرى أكثر قسوة من إحدى الأمهات تحدثت فيها عن فقدها لابنتها بالقرية في ذروة الهرب من القتال، فضلا عن فصلها عن زوجها الذي قالت إنها لم تره منذ ذلك الحين. راشد العيد، العربية.